أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برضو من المعطيات الـ أو الافتراضات اللي ملهاش مش حد يقدر يناقش فيها، مش بس للتسويق السياحي، لأي تسويق أو لأي شغل دلوقتي ما بقيش في حاجة تنفع تشتغل من غير تكنولوجيا معلومات، بالرغم من القصور اللي احنا عايشين فيها. مش بس في التسويق، لا، وفي إدارة العملية السياحية نفسها، في جوه الشركات وجوه المكاتب وجوه كل حاجة. تواجد مصر على الشبكة العالمية، احنا أكيد موجودين على الشبكة العالمية، وزارة الاتصالات بتقوم بمجهود هائل وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات في إنها تبقى دايماً حاطة معلومات عن مصر وعن التكنولوجيا فيها. أكيد في معلومات سياحية عن مصر كتير قوي وموجودة، بس مش كلها اللي احنا بننشرها الحقيقة. يعني المعلومات اللي موجودة عن مصر كتير منها مش طالع من مصر، موجود في مواقع عالمية وحاجات عادي متعارف عليها وموجودة. مفيش حد في الدنيا ما بيكتبش عن الهرم، في شركة سياحة في العالم ما بتكتبش عن أبو الهول، يعني الحاجات العادية اللي موجودة، ولكن مش بالشكل اللي مطلوب يكون. السياحة المصرية على الشبكة موجودة في شكل إنه شوية شركات وشوية وهيئات بتعمل دعاية لمصر بحجم محدود جدا وبإمكانياتها الذاتية، ومن غير ما يكون في تركيز وفي خطة واضحة. لازم ننوه إن عدد مستخدمين الإنترنت في مصر أكتر من حوالي 45 مليون، ده رقم يعني كويس قوي. نسبة الأسر وصلت في مصر اللي عندها إنترنت، دي الأرقام دي أنا جايبها من موقع وزارة الاتصالات حسب أرقام شهر 6 اللي فات. 53% أو 54% من الأسر المصرية عندها إنترنت. مستخدمين الموبايل والمحمول عددهم عدى 100 مليون. عدد مستخدمين الإنترنت واصلين على الموبايل وصل 20 مليون. عندنا تطور عالي في البنية التحتية للإنترنت وبدأت تحقق سرعات كويسة قوي. المشتركين بتوع الـ ADSL عددهم كبير جدا، وده بيبقى سرعة أكبر، وكل ده مؤشرات تقول قد إيه أصبحت الكوميونيكيشن والاتصالات مهمة في حياتنا كل يوم، وكلنا بنستعملها، ومفيش حد فينا دلوقتي مش قاعد طول النهار باصص في الموبايل. احنا بقينا بنقعد في البيت الواحد، كل واحد بيكلم التاني على الواتساب وعلى الفيسبوك واحنا قاعدين جوه الاوضه جوه البيت. ما نقول بقى انه كل الناس دي 50% من الشعب المصري تحت سن ال 30. ليه؟ يعني في بوتنشال، يعني في تكنولوجي اكتر، يعني في معلومات اكتر. يعني احنا لازم نكون بنخاطب عارفين احنا رايحين فين. السكه اللي جايه كلها تكنولوجيا، كلها تطور، كلها وسائل اتصال حديثة، مفيش فيها مجال كتير قوي للورقة والقلم والإعلان في الجورنان والإعلان. احنا قليل قوي ما بنبص على الجرايد دلوقتي، احنا بنبص على المواقع الإخبارية وبنبص على الفيسبوك، بدقيقة بدقيقة بنعرف ايه اللي بيحصل، بنلاقي اصحابنا بيكتبوا ده حصل وده حصل قبل ما ينزل في جورنان وقبل ما يطلع في تلفزيون، بيكون موجود على مواقع إخبارية وعلى فيسبوك وعلى تويتر. كل السياح اللي بيجوا مصر من دول متقدمة، دول دي كلها بتستعمل أونلاين ريزرفيشن، بتستعمل تكنولوجيا حديثة في الحجز. قليل قوي قوي الناس اللي بتلجأ للسياحة التقليدية، اللي إحنا لسه 90% أو أكتر من 90% من سياحتنا قايمة بيها. التجارة الإلكترونية في العالم كله بتشهد حالة من التطور غير عادي، هقول بعد كده عن حالتنا في موقف تاني، لكن احنا بالتأكيد مش ماشيين مع نفس الترند العالمي. التطور التكنولوجي اللي حصل في السياحة حاليا، انا بقول ان انا بدأت اشتغل على اوغو البورتال للسياحة الالكترونية سنة 2000، ما كانش لسه في اي حد عنده فكرة، كانت معظم الشركات ما فيهاش انترنت اصلا، ما كانش في ويب سايتس اساسا. الموقف في العشر سنين اللي فاتوا اختلف تماما، ودلوقتي الشركات كلها عندها ويب سايتس، الهيئات كلها عندها ويب سايتس. اوكي، موجوده الويب سايتس، في ايميل، في كوميونيكيشن، في انترنت، بس بنعمل بيها ايه؟ بنعمل بيها ايه؟ بنحدثها بانهي معدل؟ وبنستفيد منها ازاي؟ هو ده النقطه المهمه. المشكله مش ان احنا يبقى عندنا ويب سايت. المنافسه شديده جدا في العالم كله بين المقاصد السياحيه. احنا اصلا عندنا مشكله بقى لها 3-4 سنين، واظن كل اللي قاعدين عايشينها كلنا عايشينها بشكل عارفين هي فيها ايه، مع المنافسة، مع اللي احنا فيه. الناس بتشوف الخبر
بتاع القنبله اللي بتفرقع في مصر قبل ما بتشوف الخبر بتاع البوزيتيف سايد. احنا لما بنسافر بره بنقول للناس تعالوا والله ده ما فيش حاجه، احنا عايشين طبيعي وبنخرج وبنروح بنتفسح، محدش بيصدقنا. انا في مؤتمر قريب بقول لحد انا يا جماعه تعالوا ده الدنيا ماشيه، احنا ما عندناش مشاكل، في حاجات بتحصل بس اللي بتحصل في كل بلاد العالم، يعني مفيش بلد ماشي فيها في الشارع ما انتش معرض لده دلوقتي للارهاب. فقال لك انت يعني بتحاولي تقنعينا ان احنا نيجي الشرق الاوسط؟ يعني ما تحاوليش تقنعي ناس قاعده على ترابيزه دلوقتي انها تيجي الشرق الاوسط، اي حته في الشرق الاوسط. فالناس مش فاهمه جغرافيا كويس، والناس مش فاهمه ايه اللي بيحصل كويس، والخبر اللي بينزل يرعب الدنيا، كل ده بالتكنولوجي، كل ده بالاتصال. فمطلوب ان احنا نعمل كاونتر اكشن، نقابل كل اللي بيحصل ده بترويج سياحي قوي جدا واستخدام كويس قوي زي ما بيعرفوا يستخدموه في الميديا وفي الاعلام ان هم يبوظوا الوضع اللي احنا عايشين فيه ويبوظوا شكل اللي احنا عايشين فيه. احنا كمان مطلوب ان احنا نعمل العكس، نعمل كاونتر اتاك، ندخل بيها نقول لا، نفضل نتكلم عن مصر وعن الوضع ونجيب حاجات تشجع الناس انها تيجي. طبعا كنا لسه بيتكلم دلوقتي، المقدمه كانت عن حاجه التقليديه مقابل الالكترونيه، والفرق غير عادي ومش متوازن مع كل اللي بيحصل في العالم. مفيش حد بيسافر في اي حته في العالم ما بيخشش على ويب سايت ويحجز ويعمل البوكينج بتاعه، تيجي في مصر تعملي ده تلاقي بتاخد سعر مختلف من الترافل ايجنسي، وبتلاقي راك ريت مختلف على الويب سايت بتاع الاوتيل، وبتخش على شركه سياحه تديك حاجه ثالثه، وشركه سياحه او بورتال عايز ياخد معلومه من فندق بيديله معلومه مش صح. هو بيبيع لبوكينج وبيحط اوتيل على بوكينج، طب يديلك انت ليه كشركه سياحه عشان تحطها على البورتال بتاعك او حتى كبورتال تسويق؟